اهلا وسهلا اخت فريال، انت معنا على الهواء. اخت فريال انت معنا على الهواء. الو اخ نزار، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي اختي، الرب يكون معك ويباركك. نزار، الايه رائعه، المسيح له كل المجد لما قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. لو كل انسان يفتكر بهذه الايه، الرب له كل المجد، ما قال اذهب واعمل اعمال صالحه واعطي للفقراء والدين واذهب للكنيسه وكل الاعمال الصالحه والطقوس اللي تعملها، لكن بفمه الطاهر قال تعال، يقصد انه ياتي الانسان اليه بكل خطايانه ويرمي خطايانه على الرب يسوع المسيح وعلى صليبه. إذا كان خلاصي يعتمد ولو ساعة واحدة على استحقاقي، فإنه لن يكون عندي أمل أبدا ومستحيل في الخلاص، لأن الخلاص لم يشترك فيه الله والإنسان معا، وإلا لما دعي الخلاص. الخلاص بالنعمة وعطية من الرب يسوع المسيح له كل المجد. فالإنسان عليه أن يذهب إلى الرب يسوع المسيح بكل خطايانه ويرميه على صليبه، وهو اللي يعطيه الخلاص. لأن الإنسان مهما اعتمد على مجهوده الشخصي راح يزيد الأمور تعقيد، وراح يعلم أن الله أنه لا يقدر أن يخلص نفسه، إلا الرب يسوع المسيح له كل المجد. ومتى ما آمن بالرب يسوع المسيح فالمجهودات راح تنتهي، ويبدأ الرب يسوع المسيح بيغير الإنسان ويصبح خليقة جديدة ويعطيه الحياة الأبدية. نشكر هذا الإله العظيم اللي كل وعوده ثابتة وأمينة وصادقة وأزلية من الأبد، من الأزل إلى الأبد. شكرا أخ نزار، والرب يباركك. شكرا جزيلا أخت فريال، فعلا ربنا يباركك، وشكرا على المداخلة.